السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اذاكر الريفت وما انساهوش؟ السؤال جاي كده، انا كل ما اذاكر الريفت انساه، فازاي ما انساش الريفت؟ طيب عموما اي حاجة عشان ما تنساش لازم تمارسها. يعني انت لما بتبدأ تاخد المعلومات بتتسجل عندك في الذاكرة، وبعد شوية الحاجات اللي بتحصل بعد كده بتردم عليها، فعشان ما تردمش عليها لازم كل شوية ايه تطلعها. تطلعها بان انت تفتح البرنامج وتشتغل شوية. اي شغل مطلوب منك حتى لو مطلوب كات اعمله بالبيم، وبعد كده صدره للاوتوكاد. بالطريقه دي مش هتنسى. طول ما انت كل شويه بتفتح البرنامج وتشتغل عليه شويه، قاعد زهقان افتحه وابدا ارسم مثلا بيت بتاع اي حاجه مطلوبه منك. انت مثلا مهندس موقع، في حاجه معينه مش واضحه عندك، روح محولها البيم. مش لازم المشروع كله، ممكن الغرفتين ثلاثه اللي انت شاك فيهم دول تروح محولهم لبيم، وتبدا تشوف المعلومات اللي انت عايزها. بالطريقه دي ايديك مش هتنسى الحاجه. انما لو انا اتعلمت الحاجات كلها في كذا كورس، ورحت حضرت واتفرجت على الفيديوهات ودايما مشيتش، هتلاقي كله اتنسى. فلازم ايه امشي ايديا كل شويه، افتح البرنامج واعمل مشروع واثنين وثلاثه. ازاي اعرف ان المشروع حلو؟ اولا لو انت لوحدك هتعتقد ان انت احسن واحد في الدنيا كلها، فلازم تبقى شغال مع مجموعه. البيم ما ينفعش واحد يعمل كل حاجه لوحده، تمام؟ لا، لازم تشتغل مع مجموعه. لما تبقى شغال مع مجموعه بنبدا ننتقد بعض، نبدا نشوف شغل بعض، لا في حاجه ناقصه، في امر هتلاقي زميلك بيستخدمه، هتلاقي في حاجات بتطلع معاك. اشتغل كذا مشروع هتلاقي مستواك بقى احسن. كل ما تشتغل مشروع كل ما مستواك بقى احسن. لو انت عملت خمس ست مشاريع هتلاقي ايديك بقت سريعه في الموضوع، وبدات تواجه مشاكل وتحلها وهكذا. فمفيش حل للمشكلتين دول غير ان انت تشتغل بايديك كتير وتمارس ومع فريق.